السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد لاطارت، لاطارت البرقوق. هي كتجي بين طارت وكيك، بين طارت وفلون. انا كنت كنديرها من شحال هادي، كتعجب وليداتي، واللي جا عندي دقة عندي كتعجبو. كانت وراتها ليا شي صديقه من فرنسا، هادي شي مدتي 20 عام وانا تنديرها. المهم وباقا عزيزه على كل شيء، دابا ان شاء الله غنشاركها معكم. عندي 4 البيضات وواحدة فاني، عندي السيترو تاع الحليب، عندي البرقوق. انا حيدت لي العظم، اللي بغى يعوض البرقوق بالمشمش يقدر يعوضو. انا المهم تنديرها دائما بالبرقوق، شي 2 مرات ولا 3 اللي درتها بالمشمش. حتى المشمش كتجي زوينه، غير انا كنفضلها بالبرقوق. 6 المعالق ديال الفورس، اللي ما بغاش يعبر بالمعلقه كيجي كاس وربع ديال الفورس. 6 المعالق السنيده، انا ما عنديش 6، غنقص شويه السنيده، ما كنبغيش حلاوه بزاف. وشويه الملحه و100 غرام الزبده. نبداو على بركه الله. نديرو، انا شعلت البوطه قبل، نديرو الحليب. نديرو مسطرة الحليب ونزيدو عليه ديك 100 غرام ديال الزبدة. نزيدو عليه شوية الملحة. نخليوه حتى تذوب الزبده ان شاء الله، وعاد غنطحن كل شيء في الميكسير. ندير البيض، 4 البيضات. بسم الله. نزيد عليهم لافاني، هذه ما كتكون فيها لا خميره ما فيهاش غير لافاني. نزيد السنيده، انا ما عنديش 6، نتوما ديروا 6 المعالق اللي بغى، كل واحد على حسب الحلاوه اللي تيبغي. انا ندير ان شاء الله غير 4. 1 2 3 4، درت غير 4. هاهي الزبدة دابت لينا، تنديرو الحليب والزبدة، عاد نزيدو الفورس. نخليو الحليب باش ما يطيبشنا البيض، نخليوه يدفى شوية، ما خليناش شغلة غير لما دابت فيه الزبدة. وعاد نزيدوه على البيض حتى يدفى شوية، عاد نزيدوه على البيض. ودابا بعد ما برد لينا الحليب والزبده باش ما يطيبش لنا البيض، غنزيدوه على البيض. ونزيدو الفورس، 6 المعالق ديال الفورس. اللي ما بغاش يعبر بالمعلقه راه كيجي كاس، ما عامرش بزاف، كاس قد وربع، كاس وربع كيجي تاع اللي ما بغاش. انا حيت مولفه عارفه هاد لاطارت، 6 المعالق ديال السنيده و 6 المعالق الفورس. واللي بغى ينقص السنيده، اللي بغى يزيد السنيده والفورس، ما خصكمش تغيروا 6 المعالق، خصهم يبقاو 6 المعالق. غنطحن دابا، نطحن هاد الخليط كله. صافي الخليط كله تطحن، دابا غناخدو المول. انا كنديرها في هذا المول الطويل، ندهنو بالزبده،
كيف ما دهنا المول مزيان بلا ما نغبروا بالطحين، ماشي ضروري. الا دهنتو غير الزبده مزيان بحال هكا صافي، راه ما غيلصقش طاحت البرقوق، ما غتلصقش لينا. دابا بعد ما دهناه غنزفو فيه البرقوق، انا البرقوق حيدت لي العظم من قبل، بلا ما تفزقوه ديروا مباشره. بغى يدير شي تخوي اخر يديرو، ولكن انا هادي كتعجبني بالبرقوق. هاد لاطاخت صافي، دابا سالينا البرقوق كله، كيجي على هذا الشكل. دابا تيقولوا ليها فاغ الغوطون، ولكن انا تنقول ليها طاخت البرقوق، كتجي بين طاخت وفلون. صافي نخويو عليها داك الخليط ديالنا، كيجي على هاد هكا، كيجي خفيف ماشي بحال الكيك. هانتوما راه شتو كي كيجي، ودابا غندخلها ان شاء الله طيب. خصكم ضروري ديروا ليها 45 دقيقه، كتشعلوا عليها من الفوق لتحت، ولا كتشعلوا لتحت حتى كطيب لتحت عاد كتشعلوا الفوق. المهم بحال فحال هي راه غتبان لكم كتنفخ، ولكن راه ما تخافوش، واخا تنفخ واخا تطلع ما فيهاش الخميره ما غاديش تطلع بزاف. 45 دقيقه حتى طيب، ونعاودوا ان شاء الله نتلاقاو الفران 180 درجه باش ما تحمرش من الفوق وتبقى خضره من الداخل. وانتوما ملي تدوز 45 دقيقه ديروا الموس وشوفوا واش باقا فيها العجينه الداخل ولا ما بقاش فيها، ولا كانت باقا فيها زيدوها شي 5 دقائق ولا 10 دقائق، انا كندير لها 45 دقيقه. شوفوا نتوما على حسب الفران ديالكم، الا كانت طايبه كتجبديها وتخليها حتى تبرد عاد كتقلبيها، الا كانت مازال خاصها تزيدوها 5 دقائق ولا 10 دقائق. نديرها ان شاء الله دابا طيب ونعاودوا نتلاقاو. ها لا طاخت فلون ديالنا، ولا الفلون كما بغيتو تسميوه ديالنا، بعد ما جبدتو من الفران ها هو باقي سخون. راه دابا شتوه طالع مزيان، ولكن ملي تيبرد راه تينزل، غتخليوها حتى تبرد ما تخويوهاش. دابا باقا سخونه، راه جربتها بكوردون لقيتها طايبه من الداخل، درت ليها 45 دقيقه جات قد فران معتدل 200 درجه 180 ولا 200 درجه. ها هي دابا الحاجه اللي ما اكدت لكمش عليها هي ان الزبده 100 غرام ديال الزبده، 100 غرام ديال الزبده اللي درت فيها راه حيوانيه ماشي مارغارين، حيت مارغارين ما غاديش طيبه مزيانه. غنخليوها دابا حتى تبرد ان شاء الله عاد نقلبوها، ملي غتبرد راه كتنزل عاد يمكن لينا نقلبوها. هلا الطاخت ديالنا بعد ما وجدات قلبناها في التفصيل، انا نقطعها قدامكم وغتشوفوا كي كتجي من الداخل. هانتوما كي كتجي من الداخل هادشي غزاله، طالعه منها ريحه لافاني. انا شاركتها معكم،
وجربوها ونتمنى على الله تجيكم بحال هكا. كتجي غزاله، شوفوا الرطبه. انت هي طارت فلون وتشاركت معكم غديتي ديال هذا النهار والصحه والراحه.